دعيني أبدأ بآخر المتغيرات. كما أسلفت بك مرت منذ قليل ركل من سيارات الإسعاف يفوق عن 30 سيارة قادمة من مطاري ألماظة والقاهرة متوجهة إلى عدد من المستشفيات، ربما في مقدمته مشرحة زينوم ومستشفى ناصر. هنا بالهيئة العامة للاستثمار كانت هناك متغيرات عديدة على مدار اليوم، بدأت منذ الصباح وتحديدا عند الساعة 6 إلا قليلة حينما كان رئيس الوزراء والوفد المرافق له متوجها إلى الإسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات، فوصل إليه نبأ هذا الحادث فعاد إلى هذا المكان، وعلى الفور بدأت يعني غرفة الأزمات هنا تابعة لمجلس الوزراء بوصول عدد من الوزراء المعنيين بهذه المهام، وكان في مقدمتهم كل من وزراء الداخلية والسياحة والطيران وعدد من الوزراء الآخرين وكذلك وزير الصحة. عند منتصف النهار غادر الهيئة متوجها إلى مطار كبريت، وكان هناك في استقبال كل من القائد العام لقواتنا المسلحة وقائد القوات الجوية، و قام بزيارة تفقدية لمكان الحادث وتعرف عن قرب عن الدور الذي لعبته قواتنا المسلحة على مدار اليوم بشأن الوصول إلى عدد الجثث وتحديدا 129 جثة، وعلى الفور تم نقلهم إلى مطار كبريت، ومن ثم عادوا إلى مطاري ألماظة ومطار القاهرة، وبطبيعة الحال كما أسلفت عادوا إلى مشرحة زينوم. عاد سريعا رئيس الوزراء وبدأ اجتماعا مصغرا لغرفة إدارة الأزمات هنا، ثم بعد ذلك بدأ مؤتمرا صحفيا شرح فيه ما تم على مدار اليوم بشأن هذا الحادث الأليم. سألته بدوري عن أي اتصالات كانت أجريت بينه وبين المسؤولين الروس، قال بأنه يتم ذلك ولكن عبر السفير الروسي الذي يلعب دور أو همزة الوصل ما بين الحكومة المصرية والروسية. وسألته عن أي بيانات تصل إلى الرئاسة، قال بأن الحكومة تضع الرئاسة في أي متغيرات تتم على مدار الساعة. وكان لي سؤال بشأن التعويضات، إذا كانت هناك تعويضات، قال أن الأمر سابق الأوان لأن التحقيقات لم تنتهي بعد. لكن أهم المشاهدات التي توقفت أمامها كثيرا كان ما تحدث بشأن وزير الطيران في تصريح خاص لنا، أكد بأن برج المراقبة في مطار شرم الشيخ لم يتلقى أي استغاثة ولم يسمع أي أصوات كما قيل في عدد من وسائل الإعلام من خلال تلك الطائرة، ولا حتى وصلت أي طلب من قائد الطائرة بتغيير مصارف. فقد فقد يعني الاتصال والتواصل عند هذا التوقيت الذي أسلفنا عند 6 إلا قليلا في ذلك المكان، وعلى الفور تم التواصل مع قواتنا المسلحة التي حددت هذا المكان، وكما هو معروف عند 50 كيلو جنوب الحسنة، وتم التعامل مع المشهد سريعا. وزير السياحة بدوره سألته بأنه من القلائل الذين شاهدوا الطائرة، ما هي انطباعاتك الشخصية عن الحادث؟ أكد بأن الطائرة قسمت إلى 3 أقسام ما بين كل قسم وآخر نحو 3 كيلو متر، وأن وجد يعني الصندوق الأسود في الجزء الخلفي، وتم بالفعل وصوله الآن إلى القاهرة، وسيتم التعامل مع هذا الأمر من خلال خبراء فنيين ومن خلال لجنة ربما تم تشكيلها من عدد من الخبراء في وزارة الطيران. علمت أيضا على لسان الوزير بأن هناك 3 طيارات تحمل العديد من الشخصيات الهامة من روسيا، والطيارة الأولى وصلت بالفعل عند الساعة 8 وكان في استقبالها كل من وزيري السياحة والطيران، وعلى رأس الموجودين بتلك الطائرة وزير الطوارئ الروسي وعدد من الشخصيات المهمة. أما الطائرة الثانية فكان بها عدد من الخبراء والفنيين الذين سيلعبون دورا مهما في التواصل مع المسؤولين المصريين في مسألة التحقيق، والطائرة الثالثة من المنتظر أن يكون عليها عدد من الضحايا. أخيرا أستاذ لميس، 7 بيانات صدرت هنا من مجلس الوزراء على مدار اليوم. أول بيان كان بشأن عودة رئيس الوزراء من الإسماعيلية، وآخر بيان كان بشأن الزيارة التي قام بها إلى روسيا إلى السفارة الروسية، وقدم على إثر ذلك تعازي الدولة المصرية إلى الدولة الروسية. الدور الأهم في هذه المسألة برمتها كان لقواتنا المسلحة التي لعبت هذا الدور وما زالت حتى هذه اللحظة، التي وسعت دائرة الاشتباه في وجود عدد من الضحايا إلى ما يزيد عن 8 كيلو متر، وهي تقوم بهذه المهمة حتى هذه اللحظة من خلال عربيات الدفع الرباعي وكذلك الطيارات التي تعمل بالمنظار الليلي. عودة إليك أستاذ لميس. عوض الغنام، اذا معلومه جديده ان هم في 3 طيارات الحقيقه بتقل المسؤولين الروس. اول طياره وصلت الساعه 8، ثاني طياره هتوصل اعتقد 11 عليها المحققين، وفي طياره ثالثه عليها اهالي الضحايا.